أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 12 اللي بيحتوي على اختبارات على النصف الأول من مقرر تعليم الشطرنج للصغار. كل اختبار مدته ساعة واحدة وهو بيحتوي على 6 أسئلة، وكل سؤال له درجة بتبدأ من درجة واحدة إلى 3 درجات حسب مستوى صعوبة السؤال. إذا قدرت أنك تجيب على 4 أسئلة بطريقة صحيحة فإنك استفدت من هذه الدروس وتستطيع أن تواصل معنا في الجزء الثاني من دروس تعليم الشطرنج للصغار. أما إذا استطعت الإجابة على 5 أسئلة أو أكثر في 5 اختبارات بطريقة صحيحة فإنك لاعب موهوب وينتظرك مستقبل باهر في الشطرنج. ملحوظة: في بعض الأسئلة بيطلب منك تصميم موقف، وبالطبع أنا حاطط لك إجابة نموذجية لكل سؤال، ولكن ممكن إنك تكون صممت موقف مختلف عن الموقف النموذجي، فده تقارنه مع الإجابة النموذجية وتشوف هل إجابتك صح أو غلط. ودلوقتي يلا نشوف الاختبار القادم. أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو 12 على 13 اللي بيحتوي على الاختبار رقم 13 من سلسلة اختبارات تعليم الشطرنج للصغار الخاصة بالفصل الأول من مقرر تعليم الشطرنج. السؤال الأول: هناك بيدق أسود على E4 ولعب الأبيض أولا D2 D4 ثم لعب في نقلته التالية F2 F4، أي من البيادق البيضاء يستطيع الأسود أخذها بالمرور بعد نقلة الأبيض الأخيرة؟ والسؤال عليه درجة واحدة، بيقول لك إن في بيدق أسود على E4، الأبيض لعب D2 D4 وبعدين في النقلة اللي وراها لعب F2 F4، البيدق الأسود اللي هو على E4 يقدر ياخد أنه بيدق بالمرور؟ السؤال الثاني: ضع ملك أسود وفيل أسود وملك أبيض وحصان أبيض على رقعة بحيث يكون الملك الأسود في حالة كشمات، والسؤال ده عليه درجتين، يعني أنت عندك على الرقعة قطعتين أسود ملك وفيل وقطعتين أبيض ملك وحصان، إنما الملك الأسود في حالة كشمات. السؤال الثالث: ضع ملك أسود وبيدق أسود مع وزير أبيض على رقعة بحيث يستطيع الأبيض إعطاء كش متتالي للملك الأسود، يعني عندك على الرقعة ملك أسود وبيدق أسود وقصادهم وزير أبيض، الوزير ده هيدي كش متتالي للملك الأسود. السؤال ده عليه 3 درجات. السؤال الرابع: صمم موقف مات مخنوق باستخدام ملك أبيض وبيدق أبيض وقصادهم رخين أسود بدون وضع أي قطعة على جوانب الرقعة، والسؤال ده عليه 2 درجات، يعني أنت عندك ملك أبيض وبيدق أبيض وعندك رخين أسود، هتحطهم في وضع بحيث إن الملك الأبيض يكون في وضع مات مخنوق، إنما ما تحطش أي قطعة على الصف الأول أو الثامن أو على العمود A أو العمود H اللي احنا بنسميها جوانب الرقعة. السؤال الخامس: في الشكل الأعلى اللي هو ده، الأبيض بيلعب وبيدي كش مات للملك الأسود في نقلة واحدة، والسؤال ده عليه 1 درجة. في الشكل الأسفل اللي هو ده، الأبيض بيلعب وبيدي كش مات للملك الأسود في نقلة واحدة، والسؤال ده عليه 2 درجات. دلوقتي وقف الفيديو وقدامك ساعة تفكر فيها وتحاول تجاوب على 6 أسئلة، وبعد الإجابة هتلاقي الإجابة النموذجية بعد الموسيقى. حظ سعيد. إجابة السؤال الأول اللي بيقول إن هناك بيدق أسود على E4 ولعب الأبيض أولا D2 D4 ثم لعب في نقلته التالية F2 F4، أي من البيادق البيضاء يستطيع الأسود أخذها بالمرور بعد نقلة الأبيض الأخيرة؟ طبعا هياخد البيدق اللي هو في الـ F4 اللي هو لسه ملعوب دلوقتي عشان عدى على المربع F3 اللي هو ضربه، وهيبقى النقلة E4 takes F3، يعني الأسود هياخد البيدق بتاع الـ F4
هيقف هو في F3 والبيدق بتاع F4 ده هيطلع بره، انما البيدق بتاع D4 ما دام عدى عليه نقلة يبقى مش ممكن ياخده بالمرور. إجابة السؤال التاني اللي بيقول ضاع ملك أسود وفيل أسود وملك أبيض وحصان أبيض على رقعة بحيث يكون الملك الأسود في حالة كش مات. أدي الموقف اللي أنا عملته، حطيت الملك الأسود في الـ A1 وحطيت جنبه الفيل الأسود في الـ B1 علشان يعرقل الملك ما يقدرش يجي للمربع B1، وخليت الحصان في الـ B3 يدي كش للملك اللي هو في الـ A1، والملك دلوقتي في حالة كش وما عندوش أي حركة، ما يقدرش يجي لا في الـ A2 ولا في الـ B2 عشان الملك الأبيض، إذا الملك ده في حالة كش مات. إجابة السؤال الثالث اللي كان بيقول ضاع ملك أسود وبدأ أسود ووزير أبيض على رقعة بحيث يستطيع الأبيض إعطاء كش متتالي للملك الأسود. حطيت الملك الأسود في الـ A2 وقصاده البدأ الأسود في الـ A3 وخليت الوزير في مربع C2 بيقول كش للملك من على الصف. الملك ما عندوش غير إن هو يجي في المربع A1، يرجع الوزير للمربع C1 ويقول له كش برضه من على الصف. الملك يطلع في الـ A2، يرجع الوزير للـ C2 يقول له كش، وهكذا يبقى في حالة كش متتالي. وادي النقلات قصادك اهي. اجابة السؤال الرابع اللي بيقول صمم موقف مات مخنوق باستخدام ملك ابيض وبيدق ابيض ورخين اسود بدون وضع اي قطعة على جوانب الرقعة. فعلا انا محطتش اي قطعة لا على العمود A ولا على العمود H ولا على الصف الاول ولا على الصف الثامن. حطيت الرخين على الصف الرابع في الـ B4 وفي الـ D4، وحطيت الملك في الـ C3 وبيدق أبيض في الـ C2. دلوقتي الملك الأبيض عليه النقلة، إنما ما عندوش أي نقلة يقدر يلعبها. البيدق متعرقل بالملك، والملك ما يقدرش ياخد أي رخ من الرخين عشان الرخين حامين بعضيهم، وما يقدرش يجي في المربع D3 ولا D2 عشان الرخ اللي هي في D4، ولا يقدر يجي في أي مربع من العمود B للبي 3 ولا البي 2 عشان وجود الرخ اللي في عمود البي. يبقى دلوقتي الملك مش في حالة كش، وهو ما يقدرش يتحرك ولا البيدق بتاعه يقدر يتحرك، يبقى في حالة مات مخنوق. إجابة السؤال الخامس اللي بيقول في الشكل الأعلى الأبيض يلعب ويعطي كش مات في نقلة واحدة. خليت الحصان يجي من المربع D4 للمربع C2 وبيدي كش للملك الأسود اللي حواليه القطع السوداء معرقلاه، ما يقدرش يتحرك لـ A2 أو B2 أو B1 عشان القطع السوداء. وفي نفس الوقت الحصان بيديله كش، مفيش قطعة من القطع السوداء تقدر تاخد الحصان، والملك ما عندهوش حركة، يبقى الملك في حالة كش مات. طبعا لو الحصان جه من المربع B3 عشان يدي للملك كش ما ينفعش عشان الوزير ياخد الحصان، إنما لما يجي من المربع C2 ما يبقاش أي قطعة سودة تقدر تاخد الحصان. إجابة السؤال السادس والأخير اللي بيقول لك في الشكل الأسفل الأبيض يلعب ويعطي كش مات للملك الأسود في نقلة واحدة. لو افترضنا إن الملك والرخ ما تحركوش قبل كده، فالملك ممكن يبيت مع الرخ بتاعه اللي هي في الـ H1 وتيجي الرخ في المربع F1 تدي كش للملك من على العمود، والملك في حالة كش وما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يجي في العمود E عشان الرخ اللي هي في الـ E4، وما يقدرش يطلع للصف الرابع علشان الرخ برضو اللي هي في الـ E4، وما يقدرش ياخد الرخ عشان الحصان حاميها، وما يقدرش ياخد الحصان عشان البيدق حاميه، وما يقدرش يجي في المربع G2 علشان هيكون الملك موجود في المربع G1، فما ينفعش الملك الأسود يجي في المربع G2، إذا الملك الأسود هيبقى في حالة كش مات. وآدي النقلة تبييت كش مات. دلوقتي جمع نقاطك، وأرجو إنك تكون وفقت في الاختبار ده، وعلى أي حال يلا نستعد للاختبار القادم.